راح ننتقل إلى جولة تهاني العيد بجزءها الأول من سامراء، كذا في الجزء الثاني، وأيضا عندنا تهاني من محافظات أخرى. نتابع مشاهدينا الكرام تهاني المواطنين العراقيين من مدينة سامراء ولنعود. أول عيدية أخذتها يعني تقريبا كانت بالتسعينات، إيه أتذكر يعني أول عيدية أخذتها إيه كانت من والدي بداية التسعينات، صفوة الابتدائي. إيه نعم. لمن تقول كل عام وأنت بخير؟ والله أقول كل عام وأنت بخير لكل أهلنا وكل ناسنا وكل أحبتنا، كل عام وبخير، كل عام وأنتم بألف خير يا ربي، الأمان وإن شاء الله يخلص هذا الوباء. التهنئة العامة أريد الخاصة. التهنئة الخاصة أكيد راح أقول كل عام وأنتم بخير لوالدي ولوالدتي والعائلة الكريمة أكيد، وأريد أعايد كل أصدقائي المتطوعين بكل محافظات العراقيين، الحق صار فترة طويلة يعني ما متواصلين وياهم وما شايفين وما زارين المحافظات، فإن شاء الله كل عام هم بألف خير وكل عام أستاذ الإعلاميين بألف خير يا ربي. الله يخليك، الله يحفظك، شكرا زين، الله يسلمك. أعزائي المشاهدين نتواصل وياكم ونكمل جولة العيد في مدينة سامراء. أعزائي المشاهدين عندنا لكم مرة أخرى وجولتنا هذه في مدينة سامراء. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، صحة وعافية، يعود علينا وعليكم بالخير إن شاء الله، صحة وبركات إن شاء الله. شو الأجواء العيد في سامراء؟ والله الحمد لله زينة، بس تدري يعني بهاي الفترة أثرت عليها شغلات والله كثيرة، قللت من الحركة مالت السوق، قللت من يعني الأجواء مو مثل كل سنة، أكيد كل سنة يعني الفرق كان شاسع، بس الحمد لله والشكر يعني ماشية إن شاء الله. أزمة عدت إن شاء الله، أزمة عدت، لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله والشكر، أزمة عدت. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. والله الكل أهلنا بسامرة، الكل أقاربنا وأهلنا وأصدقائنا وكل أهالي العراق أجمعين إن شاء الله. هاي العامة الخاصة الخاصة والله طبعا الوالدة أهم شيء، كل عام وانتم بخير ويعود عليك إن شاء الله بالصحة والعافية والبركات إن شاء الله، وتدوم علينا خيمة فوق رؤوسنا إن شاء الله. الله يبارك بيكم. أتذكر أول عيدية أخذتها؟ والله أتذكر طبعا، إي بس يعني مال الأطفال، مال وقت الأطفال طفل، والله بثمانينات، إي مال الثمانينات تقريبا أتذكر ذيك يعني، اي تدري حلوه ذاكره هي، من كانت درهم والعشره فلوس وهذني كانن فلسان. هي هاي العيديه مالتك كانت درهم لو اقل لو اكثر؟ والله يمكن درهم، اظن يعني درهم، ما لحقنا على الفلسان بعدنا، مو مال فلسان، فلسان مال السبعينات. العشره فلوس انا قصدي ولا هذه؟ اي كانت موجوده، انا اتذكرها العشره فلوس والدرهم موجوداتي، اي هاي مال الطفوله. زين الناس راح تلتزم حضر، راح تلتزمون حضر التجوار، راح تطلعون زيارات؟ والله اكذب عليك اقول لك نلتزم، لان ايام العيد مو مال واحد يلتزم، ايام العيد يريد واحد يطلع. خلينا نقعد نتكلم والله اكيد اذا اروح البيت اختي راح القى فد خمسه سته هم جايين، وراح احنا نروح فد خمسه سته راح نصير فد 20 30 دلوقتي. والله 100% هي المفروض نلتزم حقيقه، اللي دا يصير واللي دا نسمعه المفروض نلتزم، بس احنا انت تقول لي راح نقدر نلتزم، اللي يجي عليك شو تقول له يعني؟ اللي يجي مسير واللي انت مشتاق لهم كل هالفتره ما شفناهم، يعني 100% راح نضرب الحظر يعني، لا بلا شك. وانت بخير، صحه وعافيه، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. انا مشكورين. اعزائي المشاهدين نتواصل وياكم ونكمل جولتنا هذه في مدينه سامراء.